أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. جمعة مباركة نتمناها على الجميع، ونبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تهب رياح شرقية نشطة السرعة 16 درجة مئوية، متوقعة الملموسة 15، الرطوبة مرتفعة 87%، أما الرياح تكون شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، أيضا الرياح نشطة في عموم المنطقة الشمالية، تكون شرقية إربد تسجل 20 إلى 12، المفرق 19 إلى 9، جرش 19 إلى 12، وعجلون 17 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالزرقاء، أيضا رياح شرقية نشطة 19 إلى 10، البلقاء 19 إلى 13، عمان 16 إلى 11، مادبة 19 إلى 9، والبحر الميت 25 إلى 16. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك أيضا رياح نشطة 16 إلى 8، نفس الحرارة في الطفيلة، الشوبك 15 إلى 7، معان 17 إلى 7، العقبة 22 إلى 14. نختم نشرتنا بالمنطقة الشرقية، أيضا رياح شرقية نشطة في الأزرق 20 إلى 11، والصفاوي 19 إلى 10، ورويشد فرصة لزخات من الأمطار. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.